الناس كلها تدخلت في حياتك، وقتها فكرتي انه لا مش عايزه اكمل تاني لما طلعت شائعه الاعتزال، ولا بعد شويه لما هديتي قلتي لا ده انا لازم اصر واكمل عشان في ناس بتحبني، عشان في تاريخ انا عملته ما ينفعش اسيبه كده وخلاص؟ هو ده فعلا اللي رجعني انه لا، يعني قررت انه لا لازم اواجه الموضوع، وما ينفعش ان انا استسلم لده، خصوصا اني حققت نجاح. يمكن لو كنت مش ناجحه قوي او مش محبوبه عند الناس كان فعلا ما فرقش معايا، وكنت خلاص يعني نسيت الفكره. لكن اللي خلاني رجعت هو حب الجمهور ورياكشن الناس، ورياكشن الناس في الشارع. انتي لا ما ينفعش تسيبينا كده، يا جماعه والله ما سبتكوش، انا انا غصب اقهرت عني. على الموضوع. فكان عشان لازم كده اواجه رجعت. الحقيقه. لما الفنان او لما وقعتي في ازمه في الوقت ده، وانا دايما مش بحب افكر الناس بالحاجات الوحشه، احنا هنفتكر بعد شويه حاجات حلوه كتير، بس الازمه دي عشان تطلعي منها اكتر، غير والدتك طبعا اللي ليها جزء كبير من الدعم في حياتك، يمكن الدعم الاكبر ليكي، ايه اللي خلاكي تتجاوزي المرحله دي في حياتك غير الجمهور، الناس اللي حواليكي؟ ناس كتيرة يعني، غير أهلي وأختي وأخويا وبابايا ومامتي، المقربين. ناس كتيرة من صحابي إنه لا ما تستسلميش، أنتي عملتي كتير قوي في الفترة اللي فاتت، تعبتي جدا وما كنتيش بتنامي، ما كنتيش يعني حرمتي نفسك من حاجات كتير، صحيح عشان كل أي قرش بيدخلي كنت بحطه في اسمي تاني صحيح، عشان أكبر نفسي، لأن أنا كنت بنتج. فحسيت انه كان كلهم بيدعموني في ده، فحسيت انهم عندهم حق انه ما ينفعش اقف عند ده وما كملش واحقق فعلا الاحلام اللي انا لسه ما حققتهاش. جميل. ننسى الحاجات الوحشة شوية، يا ريت نغني بعد حاجة اذنك. حلوة. نغني حاجة حلوة. نغني ايه؟ قلبين ولا نغني حاجة تانية؟ ما قلبين تتسابش يعني براحتك. بصي انا هسيبك تختاري اللي انت عايزاه، اغانيكي كلها جميلة واحنا حي، حافظينها، فانت غني اللي انت حباه. اغني لك قلبين من قلبين، يلا. فيلم عيش حياتك. اوكي. اوكي. قلبين، ايوه احنا قلبين، انما حاصل ما بينهم توأمة زي السحاب جوه السماء، او بحر واصل بين بلدين. قلبين، قلبك وانا عاملين كما في فيلم أجنبي، عندما ما يكونش محتاج ترجمة وما يختلفش عليه اتنين، أنا وأنت ثم أنا وأنت ثم بقى الناس التانيين، أي طريق هياخدنا أنا وأنت مش فارق يودينا لفين. قلبي سأبعد عن المايك.